أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. اليوم في صريح جدا حبينا نعرفه الراتب الشهري الأخير تاع الجزائريين واش داروا به، يعني الراتب تاع هذا الشهر في واش صرفوه. تابعوا معنا وشوفوا واش كانت الآراء ديالهم. ونخلص به الدين دفاع نسلف كما عنديش، نسلف على أصحابي ونرد لهم دراهمهم. ما خلاص لك راتب الشهري الأخراني هذا تاع هذا؟ خلاص يغيث بلو غيان. ما خلاص لك بكريدي؟ وي يا غيان. شريت زعما اني هنا في الجزائر شريت كاين صوالح شريتهم كيما نقولوا هدايا هكا للعائله لا فامي وع. والثاني كيما نقولوا راني نحوس زعما فواياج هنايا زعما للسياحه وصاي. ما دوش حد يدير بالراتب الشهري الاخر هذا اللي ما انا فاكونس زعما راني زعما بوغ لا فامي وصاي. درت بها عطلة فاكونس لهنايا، جيت هنايا فاكونس. انا باتنا بارك فيك. ايوا بيان سير لاباس الحمد لله. حنا انا كل صيف نجيو لهنايا. انا متقاعد الراتب الشهري صافي لونطوم اللي راهو ما على باليش به. شريت بهم واش شريت بهم؟ شريت بهم الاكل لولادي، مشيت قضيت هي مصاريف. ما رحتش فاكونس بهم؟ ما رحتش ابدا، ما زلت معول نروح ولكن مازال ما رحتش. ولا يعني جيت بهم الجزائر، يعني عندي شويه مصاريف للعائله وخليت مبلغ جيت به للجزائر، عديت العطله نتاعي هنا في الجزائر. صحيح تاعك نص خليته للعائله ونص تقريبا هذا هو. والله كويس الحمد لله، صرف البيت و حشت مصاريف البيت. هذا واش كاين؟ ما خممتش تروح بهم عطله؟ لا ما خممتش، مازال انا عندي اليوم متاع بنيان، يعني مع البنيان على ذيك اللي مانيش داير حسابي باش نروح العطله ولا دراهم الخاليين كاع في البنيان. في البنيان انا عندي بنيان على هذاك اللي مانيش لاتي بامور تاع عطله، امور تاع تحواس، امور تاع كاش حاجه اللي راهي شغلتني كيما البنيان. لا باي بنصرف على فامي، نصرف انا كيفاش يقولوا عليا، عندي لي شارج، عندي تريسيتي الغاز تو. ما مش تروح تديهم فاكونس بلا باي تاعك الاخر؟ نو. والحمد لله يعني شي بيان، جي بون ريتريت جات مع العيد، سوا صرفناها على الاولاد، صرفناها على هذا مكان شرينا بها الحوايج تاع العيد اللي الملتزمات تاع الدار. الراتب الشهري اللي تصرفت فيه اولا استلزامات خاصه منها ملابس والتزامات خاصه، اولا في المصاريف العائليه وعلى كل حال هي مهما كان المدخول الشهري ما يقدرش الانسان على التكاليف. رحتش عطله عطله صح نخرجوا عطله ولكن عطله في بلادنا في الاخرى احنا صرفناها ما خاطر جا العيد ومصاريف والولاد وكذا خلاص. ما رحتش بهم عطله؟ ما نقدروش نروحوا العطله بين باين تاع 3 ملايين. وين تروح العطله؟ العطله وين اوتيل اللي راه تقعد فيه وانا كذا وانا ما تقدرش، واحد ما يقدرش.